عقدت الوكالة الحضرية لطنجة اجتماع مجلسها الإداري 15 لتستعرض أهم منجزاتها خلال سنة 2014. تجدر الإشارة إلى أن تجربة طنجة في مجال الحد من ظاهرة انتشار البناء غير المنظم تعد تجربة رائدة، حيث تمكنت الوكالة الحضرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2014 من تزويد مجموعة كبيرة من الأحياء بمخططات التهيئة وإعادة الهيكلة. المجلس الإداري للوكالة الحضرية هي دورة عادية، دورة سنوية التي تنعقد قبل شهر مارس للوقوف على الإنجازات ديال السنة الماضية، وكذلك لعرض مشروع البرنامج للسنة الحالية سنة 2015 مع مشروع الميزانية. ولكن ما هو مهم في هذه الجلسات هو أننا نقيف على يعني طلبات وملاحظات السادة أعضاء المجلس الإداري اللي هما في نفس الوقت يعني منتخبون وممثلين الأم للساكنة، وهذا فعلا يساعد الوكالة الحضرية على تحضير يعني برامجها المستقبلية، ولكن يساعد بالخصوص الوزارة كذلك على إدخال بعض الإصلاحات إن كانت ضرورية. الحمد لله العمل الوكالة الحضرية كما حضرتوا معنا وكما نقدروا نبينوه في الـ في الـ في الـ في الـ في الكوميونيكيت بريس، العمل الوكالة الحضرية كان في المستوى. هذا ليس نابعا فقط مدير الوكالة الحضرية، ولكن هذا نابع من كل أعضاء المجلس الإداري الذين شرفونا بكلمات طيبة في حق عمل الوكالة الحضرية وفي عمل الأطر التابعين لها ومحبدين الانسجام والانسجام التام بين الوكالة الحضرية والفرقاء الاجتماعيين كاملين. أكدت الوكالة الحضرية لطنجة عزمها على بذل مزيد من الجهود بإمكانياتها المتواضعة من أجل الرفع من وتيرة عملها في إطار انفتاحها على جميع الفرقاء والاستجابة للمتطلبات الآنية والمستقبلية لمحيطها المجالي الاقتصادي والاجتماعي.